انطلاقت الشوط العاشر في المجموعة الخامس في مجموعة القعدان. انطلق هذا الشوط بحفظ الله وسلامته. انطلق هذا الشوط في أول المراكز الشبابي للسيد عبد الله بن محمد الكبيسي، انتزع المركز الأول في هذه اللحظات. أما في ثاني المراكز شاهين لحفيظ بن سالم المري في ثاني المراكز. أما ثالث المراكز الرقم محجوب عنا من الجانب الأيمن، ولكن الشبابي للسيد هذا شعار محمد بن راشد بن تلاب الهاجري. اللي انتزع المركز الاول في هذه اللحظات اللي هو رقم 7 لفان للسيد عبد العزيز بن محمد الكبيسي، انتزع المركز الاول في هذه اللحظات. اما ثاني المراكز اللي هو شعار حفيظ بن سالم مع شاهين في ثاني المراكز. اما ثالث المراكز من الجانب الايمن المعراض للسيد سعيد بن محمد بن فهد الهاجري والمضمر صديق ابو جوره. هذا هو معراض عرض قواه في هذه اللحظات. انتزع المركز الاول للسيد سعيد بن محمد بن فهد الهاجري، انتزع المركز الاول مع السيد صديق ابو جوره في اول المراكز. اما ثاني المراكز اللي هو شاهين لحفيظ بن سالم المري، وفي ثالث المراكز اللي هو الشبابي للسيد عبد الله بن محمد الكبيسي. ولكن خلونا مع معراض الذي عرض قواه في هذه اللحظات. انتزع المركز الاول بكل قوه بكل اقتدار. هذا هو معراض للسيد سعيد بن محمد بن فهد الهاجري، انتزع المركز الاول. التهاني والناموس موصوله للسيد سعيد بن محمد بن فهد الهاجري على فوز معراض بهذا الشوط وبهذا المركز. اما في ثاني المراكز ومسافه بعيد عنا كل البعد، ولكن معراض هذا هو معراض انتزع المركز الاول منذ الانطلاقه وحتى هذه اللحظات. التهاني والناموس موصولة للسيد سعيد بن محمد بن فهد الهاجري على فوز معراض بهذا الشوط. أما في ثاني المراكز بعيد عنك شعار محمد بن راشد بن تلاب الهاجري، في ثالث المراكز شاهين لحفيظ بن سالم المري مشقي، في ثاني المراكز لمحمد بن راشد بن تلاب الهاجري. فالتوقيت الزمني 2:12 لهذا الشوط.